قبل كده ان السموكلس بروبلانت مكون من كومبوننتس، فبيتكون من انرجيتك اند اكزيلري كومبوننتس. طبعا الانرجيتك ماتيريالز هتكون نيترو سيلولوز ونيترو جليسرين، واحيانا مخلوطين بالنيترو جوانيدين. وقلنا ان النيترو سيلولوز بيكون لونه ابيض زي ما هنشوف حالا في التحضير، لكن احنا بنلاقي ان السموكلس بروبلانت لونه رصاصي لامع، وده نتيجة لوجود اضافات مع النيترو سيلولوز. الاضافات دي ممكن تكون بلاستيسايزر، ودي وظيفتها انها تخلي الجرينز بتاعت السموكلس بروبلانت less brittle، اقل هشاشة. ومن انواع البلاستيسايزر اللي بنضيفها هي الداي بيوتايل فيساليت. كمان بيتم اضافة بندرز عشان تحافظ على شكل الجرينز. بيتم إضافة أيضا stabilizers علشان prevent self decomposition. ومن أنواع stabilizers الديفينايل أمين. كمان بيتم إضافة decoloring additives. بعض الميتال أوكسايدز بيتم إضافتها. وبيتم إضافة الشمع، وبيتم إضافة البوليوريثين، وبيتم إضافة الجرافايت علشان يغطي الجرينز ويمنعها من تكون الاستاتيك إلكتريستي. ناخد البريباريشن بتاع النيتروسيليولوز. بنحضر النيتروسيليولوز عن طريق إضافة خليط من أحماض النيتريك أسيد مع حمض الكبريتي. ده الكيميكال ستراكشر بتاع السليولوز، وهنلاحظ ان السليولوز عبارة عن تشين من حلقات الجلوكوز. دي الحلقة السداسية اللي فيها اكسجين، فدي حلقة الجلوكوز، وطالع منها الاو اتشز اللي احنا شايفينها. فعند اضافة خليط الاحماض بنقوم باستبدال الاتش اللي في كل او اتش قدامنا بمجموعة NO2، وبنحصل على النيترو سيليولوز. السيليولوز ده موجود بشكل أساسي في النباتات، بيشكل حوالي 33% من بنية النبات، وفي القطن تحديدا موجود بنسبة حوالي 80% من بنيته السيليولوز. في الخشب موجود بنسبة 50%، والسيليولوز بيشكل المادة الخام الأساسية في كتير من الصناعات زي الورق والمنسوجات واللدائن والمتفجرات. ده شكل الكيميكال ستراكشر بتاع النيتروسيليولوز. زي ما احنا لسه قايلين، تم استبدال الاتشات اللي موجوده في الاو اتش بمجموعه NO2. التحضير بيبدا باضافه ايكوال فوليومز من حمض الكبريتيك مع حمض النيتريك، وطبعا اضافه الحمضين دول على بعض بينتج عنها حراره عاليه وابخره طبعا لل NO2. دي الرياكشن ميكانيزم. فالاكسجين اللي في HNO3 بتبتدي تسحب الهيدروجين اللي في H2SO4، تتكسر الرابطة، وبعدين يبتدي المركب الناتج تخرج منه ال H2O، ويكون عندنا ال NO2 كاتاين او النيترونيوم كاتاين. ده اللي هيروح يحل محل الهيدروجينز اللي في السليلوز. هو هنا هيستخدم المناديل الورقية كمصدر للسليلوز، ويقدر طبعا يستخدم قطع القطن ويغمرهم في خليط الأحماض اللي المفروض يكون حاطط البيكر اللي فيه خليط الأحماض في آيس باس علشان يحافظ على درجة الحرارة منخفضة، وطبعا لازم يكون شغال تحت فود عشان يسحب الدخان اللي طالع. بعد ما سابهم حوالي ساعة او عدة ساعات، بيحطهم في مية مقطرة وبعدها محلول من المية مع صوديوم بايكربونيت عشان يعادل الاكسس اسيدز اللي موجودة في النيترو سيليولوز بيبرز بتاعته، لان الاحماض دي طبعا ممكن تسبب تحلل النيترو سيليولوز. فبيغسلها كويس جدا. بعد ما غسلها يطلعها من المية
طبعا ممكن يستخدم البوتاسيوم نيتريت مع السلفوريك أسيد اللي ينتج عن تفاعلهم مع بعض حمض النيتريك، وهيعمل نفس الخطوات اللي عملها قبل كده. وهنشوف دلوقتي بعد ما القطن جف ازاي هتحترق. هنشوف دلوقتي احتراق النيتروسليلوز اللي تم تحضيره. طبعا بيشتعل بسرعة جدا، ودي ميزة من مميزات النيتروسليلوز انه بيحترق بسرعة. طبعا من مميزات النيتروسليلوز ان نواتج الاحتراق بتاعته هي جازس، وده افضل بكتير من نواتج احتراق البلاك باودر. والاسم التاني للنيتروسليلوز هو الجان كوتون، وزي ما قلنا it has around 6 times the gas generation of an equal volume of black powder، وطبعا produces less smoke. وطبعا دي ميزة بتخليه مناسب جدا انه يكون وقود دافع، لانه هيساعد على انطلاق القذيفة من فوهة المدفع او فوهة المسدس. كنا قلنا ان النيتروسليلوز ممكن يتضاف له نيترو جليسرين، وبرضه بنفس الطريقة